السلام عليكم، مرحبا بكم جديد على قناة الأستاذ افتراضي. معكم بخوف سوما، وفي هذا الفيديو غادي نعطيكم مجموعة ديال لي زادجيكتيف، الصفات اللي غادي تحتاجوهم في لا برودكسيون إكريت، وباش هكذا ما تبقاش عندكم العقدة ديال الكتابة باللغة الفرنسية. بطبيعة الحال خصكم غير نتوما تشوفوا لا فيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا توظفوا هاد الصفات. نبداو أول صفة واللي هي مهم. منين بغي نعبر على مهم باللغة الفرنسية غنستعمل امبورطون. إلا لقيت راسي كنعاود بزاف امبورطون في لو تيكست غادي نستعملو كروسيال. داكوغ، هاد كروسيال راه زعما تعبير شي حاجة، دونك نوطيوها عندكم بيان سور دائما باش تستافدو من هاد السلسلة هادي ومن أي حاجة كنحطها في القناة. نوطيو عندكم ليسونسيال، هكا المشاهدة ممكن ولكن ما غتكونش عندها نفس النتيجة إلا بقيتي كتنوطي عندك أي حاجة فهمتيها وحسيتي بها دخلت لك لدماغك. دونك امبورطون، الا بغيت انا نستعملها في مع لو فيمينا، لان لادجيكتيف، لاحظوا لادجيكتيف كيتصرف مع لو جونغ اي لو نومبر، هو سي ان مو فاريابل كيتغير مرتب. العربيه مهم الا كنا كنوصفوا شي حاجه مذكره، مهمه ملي كنهضروا على المؤنث، واضح؟ دونك امبورطون الا بغيت نستعملها في الفيمينا غنزيد ليها او، بغيت نستعملها في البلوريال غنزيد اس. داكوغ، الا كان فيمينا بلوريال مؤنث الجمع فغنستعمل او اس، كان فقط المذكر غنزيد غير اس بلا او. داكوغ، الا ما هضرتش على لو بلوريال ف ايميدياتمون خصكم تفكروا اننا كنزيدو اس، لان هذا هي القاعده الاساسيه في اللغه الفرنسيه. ملي كنبغيو نحولو البلوريال كنزيدو اس، ولكن بيان سور كاينين حالات خاصه. دابا ندرج واحد الحاله هنايا ونهضروا عليها من بعد. دونك امبورطون ايغال كروسيال، وكتعني مهم. ناخذ مثال، فوجود الام مهم في العائله. انا هنا بالفرنسيه غادي ندير شويه ديال التغييرات، غنقول لا بريزونس دو لا مير دون لا فامي اي امبورطون، بحال اللي قلت بالعربيه وجود الام في العائله مهم. داكوغ، دونك هنا غتلاحظوا ان امبورطون زدت ليها او، علاش؟ لان كنهضر على لا بريزونس، دونك لا بريزونس اي امبورطون. ناخذ كلمه جديده واللي هي ضروري، فممكن نعبر عليها بنيسيسير. ضروري ممكن نستعمل حتى امبورطون، داكوغ، ولكن الا جيت نكون زعما بلو بيرتينو نكون هو هذاك التعبير صحيح فغنستعمل نيسيسير. لاحظوا مادام انها كتسالى بأو في الاصل، هكذا لادجيكتيف داير، فما غنزيد حتى شي حاجه باش نحولها للفيمينا لانها كتكون ان فاريبل. فهاد الحاله ما كنزيد حتى شي حاجه، الا بغيت البلوريال كنزيد اس. داكوغ، دونك امبورطون راه ديجا هضرنا عليها. ناخذ مثال، من الضروري القيام بهذا التمرين. لاحظوا الا جينا نشوفوا الضروري في هذه الجمله راه ماشي صفه، ولكن في الفرنسيه نقدر نستعملها على اساس صفه. غير لاحظوا معايا بالفرنسيه غادي نقول il est nécessaire de faire cet exercice. استعملت هنا هاد لا تورنور كتسمى تورنور امبيرسونيل. فدائما ملي تكون عندكم من الضروري ولا من الطبيعي ولا من شي حاجه شي كلمه، فغتقول يكفي انها ما تكونش مثلا مكان من المدرسه ولا هذيك حاجه اخرى. حنا كنهضروا على التعابير اللي دايرين بهذا الشكل هذا، من الضروري، من الطبيعي، من المنطقي. فباللغه الفرنسيه غتستعملوا ايلي، هذيك ما كتصرفش لا مع فلوريال لا مع سانغولي لا مع حتى شي حاجه، فقط نزيد لادجيكتيف. فإلا كنت كنقول ضروري نزيد نيسيسار، إلا كنت كنقول طبيعي نزيد ناتوريل، كنت كنقول منطقي لوجيك. داكوغ، دونك هنا عندنا إلي نيسيسار دو فيغ سيت إكزارسيس، وكنتمنى يكون المعنى وصل ليكم. ناخدو كلمة جديدة واللي هي أساسي، والمعنى ديالها إيسونسييل. داكوغ، ممكن تعبروا عليها بأمبوغتون، ممكن تعبروا بنيسيسار، ولكن إلا المقابل الصحيح باللغة الفرنسية هو إيسونسييل. ألوغ، هنا الا كنت غادي نهضر على شي حاجه مؤنثه فنزيد ال او. داكوغ، ضروري كتكون عندنا لا دوبل ال مع او. وفيتال حتى هي المعنى ديالها اساسي، وفيتال كتستعمل بحال بزاف في لا سيونس لا اس في تي، فكنقولوا الماء ضروري للحياه، فهنا ولا اساسي للحياه فكنستعملوا فيتال اكثر. لاحظوا بالنسبه للفيمينا كنزيد غير هنا او، ما كان دوبلش ال. داكوغ، دونك هادو حالات خاصه. فناخذ مثال، الاحترام عنصر اساسي في العلاقات. دونك بالفرنسي غنقول تو سامبلومون لو ريسبي اي ان اليمون ايسونسييل دون لي ريلاسيون. لاحظوا هنا ايسونسييل استعملت او ماسكولين، علاش؟ لان الكاليفي كتعود ليا على ليليمون. ما عرفتش واش قلتها في بدايه الفيديو، قلت لكم ان لادجيكتيف كيتصرف حسب النوع والعدد ديال داكشي اللي كيوصفو. بحال هنا كيوصف لينا اليمون فخصو يتاكوردا، خصو يتحول مع اليمون.
ناخذ اكزومبل ادجكتيف اخر اللي هو شائع ولا منتشر، فتو سامبلومون غنستعملو ريبوندو. الا بغينا في الفيمينا فنزيدو او داكو. في الاس بما اننا هنا ما كنهضرش على البلوريال فالقاعده هي الاس، نزيدو اس في البلوريال. مرض شائع بين الاطفال فغنقولو اون مالادي ريبوندو parmi les enfants. لاحظوا هنايا زيت او علاش جو بارل دو لا مالادي، المالادي اسم مؤنث. ناخذ صفه اخرى وهنا غنقتصر فقط على الصفات اجتماعي فغنقولو سوسيال، وهنا حاله شويه خاصه. فاذا كان عندي سوسيال بغيت نهضر على البلوريال فغنقول سوسيو. اذا كان عندي مثلا مواضيع موضوع راه سوجي انو ماسكولا، بغيت نقول مواضيع اجتماعيه فغنقول دي سوجي سوسيو ماشي دي سوجي سوسيال. داكوغ. عندنا سوسيال الا بغيت نكاليفي شي حاجه مؤنثه فغنزيد او. في الفيمينا ما كنستعملش سوسيو، كنستعمل سوسيال. بحال هكا غنعطي غير مثلا في سوسيال، واخا هي نورمالمون سوسيابل، غير انا هنا باش نعطيكم ليكزومبل فغنقول دي في لان مؤنثه، دي في سوسيال ماشي دي في سوسيو. صافي. ننتقلوا لصفه اخرى بالنسبه للسياسي، الا بغيت نعبر على سياسي غنستعمل تو سامبلومون بوليتيك. هنا هذا ان فاريابل بالنسبه للفيمينا والماسكولا بحال لان ديجا كيتسالى ب او. في البلوريال غنزيدو اس تو سامبلومون. ممكن نعبروا على ثقافي بكلتشرال داكوغ. ولا كان كنهضر على مؤنث غنزيد ال او، ولا كان بلوريال تو سامبلومون جو في اجوتي اس. هنا ملي كنقول اجوتي اس الا كان مذكر مذكر مفرد فغنزيدو غير اس، غنخليو كلتشرال الاولى ونزيدو لها اس. الا كنت كنهضر على مؤنث جمع المؤنث فغنقول كلتشرال او اس. داكوغ. ناخذ مثال اخر، عندنا خطير فممكن نعبر عليها دونجورو. هذا بالنسبه للماسكولين، بالنسبه للمذكر وحتى الجمع. المذكر الجمع فغنقولو دونجورو، بالنسبه للمؤنث خطيره فكنقولو دونجوروز. اون في دونجوروز، اون دروغ دونجوروز. الا بغينا نهضروا على دي دروغ البلوريال مؤنث فغنقولو دي دروغ دونجوروز، غير نزيدو لها اس في الاخر. واضح. ولكن الا كان ماسكولا سواء بلوريال ولا سانغولير فكتبقى دونجور هكاك باكس على ف، بحال اللي نقولوا ان فاريابل. ناخذ مثال للتدخين نتائج خطيره، فباللغه الفرنسيه غنقولوا لو تاباجيزم ا دي كونسيكونس دونجوروز. لاحظوا هنايا استعملت دونجوروز ما استعملتش دونجور، علاش؟ لان كونسيكونس فيمينا، وزيد على ذلك عندنا دي كونسيكونس بلوريال فغنزيد الاس. لاحظتوا. ناخذ مثال اخر، عندنا مودير فممكن نعبروا عليها بنيفاس. لاحظوا بما انك تسالى في الاصل ب او فتلف في مينا غيكون هكذا، غير هو الا كان بلوريال غنزيد اس. ناخذ مثال للتدخين نتائج مضره فغنقولوا بالفرنسيه لو تاباجيزم ا دي كونسيكونس دونجوروز. دونك هنا كيف ما باردون ما بدلتش دونجوروز فغتقولوا فقط نيفاست وتزيدوا لها اس. مسيطر ولا مهيمن غنعطيكم غير ادجكتيف واللي هو دومينون، وإلا كانت فيمينا غنقولو دومينونت، إلا كان بلوريال نزيدو لهم اس. كنتمنى هاد الفيديو تكون نفعتكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.